مرحبا بكم جديد مشاهدينا الاعزاء، وما زلنا نتواصل معكم من خلال هذا الصباح. يمكن بدينا دائما بنبدأ في الصباح بواحده من الالحان اللي عندها تاثير كبير جدا على النفس والنفسيات. انا برحب كثير في هذه الفقره بدكتوره اسراء عز الدين شبيكه، اختصاص علم النفس. دكتوره صباح الخير. صباح الخير يا معتصم، يسعد صباحك. صباح الخير على كل اللي بيشاهدونا عبر صباح الشروق. انا قلت في البدايه انه دائما احنا بنبدا، ولاحظت دائما في البرامج اذا كان في اذاعه او في تلفزيون، الناس دائما بتبدا احيانا بمزيكا باغنيه. أيوة. وبتختم بمزيكا. الحاجه دي عندها تاثيرات على الشخصيه؟ طبعا هي بتعمل زي تهيئه كده قبل ما الناس تدخل في موضوع جادي. نعم. وخاصه لو كانت الفقره اللي حتجي من البدايه ممكن تكون فقره شويه فيها جفاف. ايوه، رغم انه البرامج الصباحيه دائما هي برامج سلسه، يعني الناس بتختار دائما افضل الاشياء اللي ممكن من الصباح الناس تقدر تتفاعل معه حاجات. لكن هي بس بتعمل تهيئة وبعدين بتعمل تلطيف كده للجو وإحساس جميل كمان. يعني زول يمكن في البيت مع الشاي برضه يسمع ميوزك، يسمع طبعاً. أو في العربية في ناس بعادات سودانية بسيطة جميلة كده بتديك إحساس مختلف في الصباح، بيولعوا البخور مع الشاي. صح. وبيشغلوا إذاعة الصباح. فعلا. في ناس بيشغلوا بعض الأقارب، في ناس بيشغلوا قرآن، في طقوس مع الشاي. رغم انه هسه الزمن ده بقت الناس جاريه وملحقه، سريع والشاي سريع مرات في العربيه. ايوه في العربيه، ونص يتدفق ونص. والله انت رجعتني يا دكتوره لزمان، يعني زمان نحن بنقعد جنب حبوبتي ربنا يرحمها ويغفر لها، ربنا يرحمها، وبيفتحوا زمان الرادي ومن البدايه القران الكريم ومزيكا بتاعت افتتاح الاذاعه، يعني لغايه الان الناس حافظينها. أيوة. والشاي ذاته عنده طعم وعنده يعني طقوس والجيمات. آه. انا عندي خالتي قعدت معها فتره شاييه بالطريقه دي، يعني تفتح الاذاعه الصباح وتخط التخريج يا سلام. ولحد يعني ستين وهسه هي شاييه كده بالطريقه دي، وتخط العده دي في الترابيزه قدامها. آه. والحاجه اللي بيشربوا بيها الشاي والتخريجه والاذاعه شغاله يا سلام، جو حلو، وخاصه لو الحوش مرشوش كمان ريحه الحوش وريحه البخور ايوه ايوه. دي يا دكتور عندها تاثير حتى في مستقبل الشخص حقيقي طبعا، لان هي بتفضل اسي. شوفي احنا مجرد ذكرنا بعض الذكريات الجميله الزول حس بانتعاش تكه كده بتاع السعاده وانتعاش. فعلاً. فعلاً. الصوره الذهنيه للاشياء اللي عندنا علاقه باحساسنا ومشاعرنا من الطفوله. نعم. لحد اللحظه دي مجرد ما انك تستعيدها وتبدا تتذكرها بتدخل السرور على نفسك. فعلاً. يعني وبتتمنى انك تعيش اللحظه دي مره ثانيه، رغم انه الموضوع ما صعب شديد، لكن نحن اللي بقينا بنتذكر الحاجات اللي بتزعدنا في فتره بسيطه، ومجرد ما خلاص نبدا يومنا بنتجاهلها. نعم. نفكر في انه طبيعي، وده يمكن اللي بيسبب كثير من الضغوط وبرجع الناس للاحساس اللي ممكن يكون سلبي في حياتهم، والناس تكون مضغوطه لحد ما تبقى الناس اجريسف، تبقى الناس شويه استجابات للحاجات اللي عندها علاقه باحساسهم ومشاعرهم تكون استجابات ضعيفه اصلا. نتمنى كل نقول الحاجات في برود كده نحسها ثاني. ودي برضه كانت بتجمع الناس، اولاد خالاتك جنبك، اولاد عماتك، يعني الناس كلها. دكتور احنا هنتكلم عن موضوع مهم، يعني يقول لك الشخص ده حساس، يا ريت تكلمينا شويه عن حساس وحساسيه، وفي في في ترادف، وفي يعني الناس ما قعدت تفرق. كلمينا عن الموضوع ده في البدايه بصوره عامه. نحن حنتكلم عن الشخصيه الحساسه. الحساسه، الشخصيه الحساسه. نحن كل شخص فينا جواه في شخصيه حساسه، لكن احنا القصد انه نتكلم عن الشخصيه الحساسه اللي هي حساسيتها او تاثيراتها بتكون سلبا عليها في حياتها. نعم. لانه الشخصيه الحساسه، ايوه الشخصيه الحساسه بتعاني من 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 كثير من المشكلات والاضطرابات. بتأثر في حياته وبتأثروا منها حتى كمان حولي. الناس اللي حولها. لكن بالنسبة للشخص الحساس، كل شخص فينا جواه شخص حساس. نعم كل شخص. أيوة. فالشخص الحساس إحنا الفرق بينه شنو؟ بين الشخص العادي اللي ممكن يكون زي ما قلت جواه جزء منه في شخصيته حساس، انه كلنا بنتعرض لبعض الحياة اللي بتصير إحساسنا ومشاعرنا. درجة الاستجابة هي اللي بتختلف. يعني يا استاذ معتصم، انت ممكن نفس الموقف تتعرض له، انت تتعرض له، انا اتعرض له، سين صاد من الناس. كل واحد فينا درجة استجابته تختلف، بتختلف من الثاني. ودي اللي بتحدد شكل شخصيتك. كويس. الانماط الشخصية ما كثير. منها هي اللي هم بنتكلم عنه اليوم اللي هو الشخصية الحساسة. فهي اللي بتحدد درجة حساسيتك حسب استجابتك. الشخص الحساس درجة استجابته عالية جدا، ودايما داخل في دائره بتاعت دائره سلبيه. نعم. الطاقه النفسيه دي يا اما ايجابيه يا اما سلبيه. فهو داخل في الجانب السلبي. الزول ده سلم عليه كده ماله.
والله شكله كده الموضوع ده ما كده عايل لي كده، انا لسه قاعده كده لما جيت داخله ما رحبوا بي ما قالوا لي، انا ازاي مستعجل كده ماله بيتكلم معايا الليله في شنو؟ طوالي بيرجع اللوم والعتاب لنفسه لنفسه، بيكون داخل في دايره الكلام ده بيكون اثناء حياته كلها. يعني في فترات حياته كلها طول اليوم طول المواقف مع الناس واحتكاكه مع الناس، عشان كده بيكون التعامل معه صعب جدا من الاخر، وبكون هو ذاته يعني زي الزول اللي بيعزي في روحه وعبء حيكون. ايوه بالاضافه لانه بنلقاه بتاثر مباشره في شكل حياته، مثلا في شغله في دراسته، بنلقاه انه ما بيقدر يكون عنده ثقه في انه بيقدر يعمل الحاجه. نعم نعم، لانه دائما بيحس انه في شيء بينقص عليه الحاجه او هو ما اهل للحاجه. والنقطه الثانيه المهمه، دائما بينتظر رد فعل الناس، يشوف انا طيب تكلمت كويس، انا قدمت كويس، هل انا بنجح، انا ما عارف نفسي اذا كان دخلت الامتحان ده بقرا، انا ما عارف الوظيفه دي بقدر عليها. دائما هو عايش في استفهام كبير، دي بتقلل من حاجاته حقيقي، بتقلل من حاجاته لانه هو ما عنده الثقه الكافيه في انه هو يقدر يعمل حاجه. بالاضافه لانه هو دائما معياره نظره الاخر له. يعني مهم جدا الإيش اللي بيحصل من الناس حوله، يعني ردود افعال الناس حوله هي اللي بتحسسه انه اذا كان هو زول بيرفكت وزول نورمال وزول حاجاته كلها كويسه ولا لا. هو ما بيقيم نفسه؟ لا ما بيقدر يقيم نفسه. يعني هو بالعكس هو بخط اي يعني اي مشكله انه هو ممكن يكون سبب، مثلا عليه كويس عشان مثلا في حاجه انا ما بقدر اعمل الحاجه، بيفسر كل المثيرات الخارجيه تجاه نفسه بشكل من العتاب واللوم، المهم في النهايه في اتجاه سلبي بتكون. نعم. طيب انا دار اسال، انت قلتي في البدايه اي زول بداخله هذه الحساسيه، يعني انا دار اسال المؤثرات او ليه بترتفع عند شخص وبتقل عند شخص؟ يعني طبعا عندها علاقه دي بالاسباب، والاسباب دي بتكون كثيره. اي شخص بيولد جواه زي ما قلت لك شخصيه حساسه، بعد ذاك الشخصيه الحساسه بتتجه في الاتجاه السلبي لحد ما تبقى نوع من الاضطراب، اللي هي تقريبا بعد سن 12 13 سنه، اللي هي دي شارف مرحله المراهقه. احنا قبل كده تكلمنا في النقطه دي انه الفرق بين المراهق والبلوغ، وهنا بتبدا الفكره بتاعت الافكار، لانه احنا بنتكلم عن الاحساس، لكن الشخصيه الحساسه عندها علاقه بطريقه تفكيرها. يعني الاحساس عنده علاقه بطريقه التفكير. فالشخص النورمال او الشخص الطبيعي جوا شخص حساس، مجرد ما يتعرض لمثير بيبدا يفكر بعقله انه سمحت الله يسلم عليه ماله، اتضايقت شويه من طريقه سلامك، لكن بدي افكر والله انا ما عندي معه مشكله، يمكن يكون في حاجه هو مضايقه، وابقى ادي بعض الاسباب لموقفك عن طريق التفكير وعن طريق العقل. نعم. الشخص الحساس موضوع انه يقعد يفكر ويدي بعقله ويدي بعض الاسباب او يدي بعض الاشياء اللي ممكن تخفف عليه احساسه، ما في. نعم. عشان كده الكلام زي ما قلت لك عنده علاقه بالتفكير نفسه يعني. نعم. فبيبقى الشخص الحساس بيلوم نفسه على باقي الحاجات. الاسباب زي ما قلنا هي بتبدا من بدري، فبالتالي بيبقى الشخص تتبني شخصيته بشكل حساسيه مفرط حسب الاستجابات كل مره بيتاثر بها. السبب الاساسي في الموضوع ده هو انه الشخص الحساس يتعرض لكثير من الضغوط، يعني زي الجرح يا وصل بتصل جوا 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 نفسيه الزول، يعني يتعرض لكثير من الضغوط النفسيه، وما كان عنده القدره على انه يتجاوزها، او ما كانت في بعض المرونه في 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 حياته بانه هو يقدر يعني يطلع منها يتعامل معها. ايوه متعافي ويتعامل معها. نعم. انا برضه بسال، يعني الشخص المحيط بهذا الشخص الحساس ممكن يلاحظ الحاجه دي؟ طبعا ايوه بتلاحظ، وعشان كده ممكن العلاج فيها يبقى بدري بدون تدخل بتاع اخصائي نفسي. يعني بحيث انه نحن نبدا نزيد الثقه، معيار الثقه عند الشخص خاصه في الاعمار اللي نحن بنتكلم عنها 14 15، معيار الثقه، عدم التهميش، الاهتمام بالتفاصيل المختلفه على حسب الفئات العمريه الموجوده، لانه درجه حساسيتها بتبدا تبقى عاليه، فبالتالي الاحتواء الاسري والنجاح كويس والرفع من قيمة الشخص نفسه في المرحلة العمرية دي مهم جدا. فبالتالي بيبقى لأنه الشخص في الوقت ده بيبدأ يبرز شخصيته لو كان بيت أولك. نعم. فبالتالي بيكون محتاج اللي يحتويه. لكن إحنا أول تعليق عندنا بتقول لك خلاص هو حاسس إنه بقى راجل، حاسس إنه بقى بيت، فبيبقى في بعض الكلام اللي ممكن يكون هو ذاته بيهدم يعني. وحتى المرحلة ذاتها ممكن التعامل معاه يكون تعامل صعب جدا، حيث إنه هو بعدك حس إنه كأنه المرحلة دي خصما عليه. نعم. والمرحله دي فيها مشكله اصلا،
كويس. يمكن الناس هسه بقت شويه في وعي وبتقدر تتعامل بشكل مختلف، لكن ده البدايه. من هنا بيقدر الانسان يتحول لشخص حساس، ممكن يكون كاضطراب، ولا شخص عادي الحساسيه عنده ممكن تكون عاديه. طيب دكتوره، ممكن ياثر على اللي حوالينه؟ يعني ممكن شخص يكون ما حساس، اللي بجانبه شخص حساس ممكن ياثر فيه؟ يعني ممكن يكون في درجه تاثر؟ نحن بنقول الشخص اللي ما حساس بالبلدي كده نقول جلده تخين. جلده تخين. جلده تخين. هو الشخص اللي هو الشخص مش ما حساس، لكن هو عنده قدره على 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 استجابه الصدمات، تحمل من المثيرات اللي حوله والتحمل. يعني بيقدر يتماشى مع الحاجات بشكل عالي، بمعيار عالي جدا. نعم. ممكن يكون يصل مرحله البرود، وهي عكس تماما طبعا الشخصيه الحساسه. حساسة. وممكن يكون عنده راي سلبي جدا في الشخصيه دي وما يقدر يتعامل معها. يعني الشخصيتين ده لو يتلموا في مكان واحد في بيئه عمل او في بيت، بنلقى في مشكله كبيره جدا في شكل التعامل. بتولع نار يعني. ايوه، لانه انت لما تيجي تتعامل مع شخص مفترض انك تعرف نوع شخصيته. نعم. هل هو شخص نمطي، تحليلي، حساس، كده، عشان انت تقدر يكون في كونتاكت معه. انت لما يكون عندك شخص زي ما قلت هو جلده تخين، وعندك شخص حساس جدا، الحساسيه عنده بدرجه عاليه كبيره، فبيكون هنا مشكله في التعامل يعني. نعم. نحن قبل ما نختم، يعني انا قلت عندي كثير من المواضيع عن الموضوع ده، لكن بيقولوا الزمن انتهى، بس داير اعرف نقطه مهمه، يعني شنو الناس كيف تتعامل مع شخص زي ده؟ يعني عشان الحاجه دي قد تزيد مشكلة، يعني الناس لو اكتشفت ان الشخص ده. عشان نتعامل مع الشخص ده، اول حاجة طبعا الشخصية الحساسة عند المرأة اكثر من الرجل. نعم. وهي اربعة قصاد واحد. نعم. كويس. والحساسية نفسها عند الرجال بعد فترة معينة بتتقلب لشك. نعم. كويس. لانه الرجل لو فضل حساس باستمرار بتبقى مشكلة. نعم. بيبقى مشكلة في التعامل اصلا معه، وبيبقى مشكلة بالذات عشان يتعامل مع المجتمعات. خاصة المجتمعات اللي ممكن تكون عربية يعني. فبيتقلب لشك الحساسيه، واربع قصاد واحد. التعامل معاها زي ما قلنا لما نصل مرحله الاضطراب بيبقى هنا مفترض انه يقابل اخصائي نفسي، لانه في تدريبات معينه احنا كان ممكن ان شاء الله نتكلم عنها في الحلقه الجايه. في حاجات معينه مفترض تتعامل، خطوات معينه لتغيير التفكير، وتدريبات معينه لتقبل الاخر ولتغيير الاحساس الداخلي وطريقه الاستجابه بتاعت الاحساس. اما بالنسبه للناس اللي حوله، دي بالنسبه لموضوع الاخصائي، الناس اللي حوله تبدا انها ما تسير استجاباته العاليه. نعم. وتحاول بقدر ما تقدر تديه ثقه في نفسه، وتقدر قدر ما تقدر تحاول انه توريه انه هو متقبل. في بيناتهم يعني ما نافرين منه ولا. نعم. او انت مرهق مدعم. نعم. لانه هو مدعم جدا ومرهق جدا لما يبقى الحساسيه ليروحوا للناس الاثنين. اي حقيقي. ايوه. نعم. انا بحييك دكتوره، والموضوع داير كلام كثير حنتكلم عنه ان شاء الله في حلقات قادمه. دكتوره اسراء عز الدين شبيكه، اختصاصي علم النفس. شكرا لك كثير. شكرا استاذ معتصم. اهلا ومرحبا بك. وشكرا لك.